أكبر مسجد في أفريقيا برمتها، وثالث المساجد في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي، أشغاله توشك على نهاياتها. مئذنته الشامخة بعلو 265 مترا سترصع كلية بالحجارة. الصورة اتضحت عن قبته الأسطورية التي كأنها جزء من قصر خيالي. باحة خارجية بنحو 185 متر مربع هي الأخرى اكتمل بناؤها. أما قاعة الصلاة الداخلية فعلى موعد مع تزيين وزخرفة بتصاميم جزائرية خالصة تعكس الهوية والتراث. على أطراف خليج العاصمة صرح ديني عظيم ستتوهج فيه الحضارات الإسلامية والعربية، سيضفي على الجزائر رونقا فريدا، سيكون منارة للفكر ولتدارس القرآن الكريم وعلومه.